ونعود إلى موفد الإخبارية في أبو ظبي. خالد الربعي، أهلا بك خالد. إذن هل تسمعني خالد؟ خالد، كيف رصدت الأجواء المرحبة بزيارة خادم الحرمين الشريفين للإمارات على المستوى الرسمي وأيضا الشعبي؟ نعم، بطبيعة الحال إذا ما تحدثنا عن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وما بين دولة الإمارات العربية المتحدة فبالتأكيد لا يمكن أن نصف تلك العلاقة إلا بالأخوية، لأنه كما شاهدنا ورصدنا هذا اليوم وأيضا يوم أمس، حقيقة الشارع الإماراتي مرحب تماما بزيارة الملك سلمان الشوارع في دولة الإمارات وفي أبو ظبي تحديدا، وفي أيضا المطارات كانت تستقبل وتحتفي بهذه الزيارة التي يعتبرها الإماراتيون هي تاريخية ومشرفة بالنسبة لهم، لأن كما وصفوه بضيف الكبير لدولة الإمارات. مواقع التواصل الاجتماعي أيضا تحدثت عن هذه الزيارة، الإماراتيين في مواقع التواصل الاجتماعي كتبوا الأشعار وكتبوا الكلمات المرحبة بخادم الحرمين الشريفين، واعتبروه جاء من بلده إلى بلده، فهذا ما ذكره الإماراتيون عبر حساباتهم الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا في الشوارع. وصل كما ذكرتم قبل قليل أنتم قبل لحظات الملك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى مطار الرئاسة في أبو ظبي، وكما شاهدتم أيضا كانت جموع كبيرة من المستقبلين وعلى رأسهم قادة دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم خالد، أيضا هل لديك تفاصيل عن يعني الفعاليات الزيارة التي سيقوم بها خادم أو التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ نعم، إذن شكرا لك من أبو ظبي موفد الإخبارية خالد الربعي.